السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد دائما على قناه كلمه الحاج وفيديو جديد من محل فيلفيت، المحل اللي ديجا صورت لكم شحال من مره. اليوم ان شاء الله في المحل غادي نشوفوا لا نوفيل كوليكسيون ديال 2023، شي حاجه واو في المطروز. كذلك غادي نشوفوا التويبات اللي كنا درنا فيهم سولد واللي كان عليهم الطلب، عاود المحل وفرهم لكم. الفيديو فيه بزاف ما يتشاف، اكتشفوا معنا. بالنسبه للمحل راه كيتواجد في درب عمر للناس اللي ما تيعرفوش، بالقرب من البنك الشعبي. غادي نخلي لكم لادريس والرقم التليفون تحت، والمحل كيدير صالونات المغربية سواء البلدية أو الرومية، وكيدير كل ما له علاقة بالصالون سواء لابيا جميغال، كذلك حتى ليستور. بالنسبة لابيا جميغال اللي ولا توندونس مع الصالونات واللي ولا شي حاجة تقريبا نقولوا أساسية أو تكميلية للصالون ديالنا، غنكتشفوا بزاف الحوايج. خليكم معنا حتى الآخر ويلا نبداو الفيديو. السلام عليكم خويا سفيان. صباح النور، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الله يخطيك، سنة سعيدة. غنشدو بك 2023 ان شاء الله يكون فال خير علينا وعلى المتتبعين ديالك ان شاء الله. وراحنا ديما فاش ما كيكون شي جديد نتوما كتبقاو الاولى به. لا لا يخطيك، كتبقي انت الاولى. مرحبا بك. لا لا يخطيك، بارك الله فيك. اليوم ان شاء الله كيف قلت في التقديم غادي نشوفوا لا نوفيل كوليكسيون 2023، وغادي نشوفوا حتى التويبات اللي ديجا كانوا فيهم السولد. وبما ان الناس طلبوهم لكم شحال من مره، فكيكون شي التويبات اللي كيكونوا جاو كيساليو كيكون فيهم سويفي، يعني كيتعاودوا من جديد، بحال اللي كيكون عندهم اقبال كبير، يعني كيكونوا في مخدومين لا في لي كولور ديالهم، داكشي كيطلعوا في التفريشه ديال المروه كنضطروا اننا نعاودوهم تعاودوهم لانهم عليهم الطلب. نبداو بلا نوفيل كوليكسيون خويا سفيان. مرحبا بك. شوفوا اول حاجه اللي نقدروا نبدا معك بها اختي كريمه، شوفوا هذه الزواقه هذه كيفاش دايره في الخدمه ديالها، لي كولور ديالها. اييه هذه لا باز بيج، راه ديما البيج ما نحتاجوش ندوي عليه، كيبقى شي لون شريف انك تخدمي في لاباز ديالو. عندنا يعني بحال المارون اللي بحال الشوكولا، بحال النوار، بحال مارون شوكولا، مارون نوار. عندك هذا بحال اورونج، عندك غادي الموستر، هذا غادي الغوج بريك، يعني اللوينات اللي كيجيو مع البيج. بالنسبه لعاوتاني الناس اللي كيبغوا واحد لا ليزون تكون ما بين التفريشه والعود، الا لاحظتي معايا وي بحال لون العود، لون العود تماما. ندخلوا هذا اللوين ديال العود هو اللي عندنا هنايا كنصيبو في لي كالدو لي كوسا، كيجي يعطي واحد الشوفه ولا اللي كيتشوفي معايا لي كوردون ديالو. ثاني ديالو كيجي بحال هكا، حتى هو شي حاجه همويه وكاملو بالصم والحرير، ما فيه لا موزون لا والو. اه وي شي الناس اللي ما تيبغوش لي زاستراس راه مزيان. لا شتي كيفاش داير، شوفي حتى فلاتوش ديالو، فلاتوش ديالو زوينه، راه ما يحتاجوش ندوي، يعني التويبات راقيين. هذا تقدري ندخلو عاوتاني كيجي زويون. شوفي هذا كوردون، هذا معاه ولا انتم اللي دخلتوه؟ لا معاه، لا قبل هذا الكغي هذا الشيء كان خدي، ما بغيناش نبقاو في الميم تيم. ديما كيكون واحد الكوردون اللي كيكون ديفيرو على هذا باش كيكاسي هذا النوع ديال كوسا. سمح لي خويا سفيان، هذا النوع ديال التويبات كيجيو زوينين في لي كالدو، في لي كوسا، في لي كوسان تقدر تدخلو حتى صالون اخر، حتى صالون اخر تبدل التفريجه وتخلي لي كالدو. وبالنسبه لعاوتاني اللي كيبغي ديك الطلميطه شي حاجه اللي يكون كلشي منه، يعني هذا يديروا الواحد في الطلميطه ما عندوش مشكل، باغابوغ انا نخدمو هذا في الطلميطه غيجيك شارجي مع شارجي مع الخيطه ديالو. كيجي لا هذا في الفريميزات اللي كيبغي دير الديبار نقدر ندخلو في الكوسا ولي كوطا، في لي ديبار نديرو في الفرماجات ندخلو في الكوسا لي كاندو، ديك الساعات على حساب كل واحد والاختيار ديالو. اذا تروا كوردوني ودخلتو معاهم نتوما هذا الايني المرخم، اييه فوالا شوفوا ليا باش كان كاع حتى هو هذا، راه هذا حتى هو راه ديال المطروز، هذا راه ماشي اونتيتاج ولا شي. نقدروا نزيدوا واحد اللوين ولا زوج باش نزيدوا عاوتاني نكسروا على حساب الاختيار ديال الكليان، على حساب شنو بغا. بالنسبة للثمن ديال هذا خويا سفيان، الثمن راه هو المهم، ولا ما قلتي لي الثمن راه ما كاين والو. انت عارفة المعزة ديالكم، المعزة ديال المتسابقين. لا لا يخطيك، لا لا يخطيك. بالنسبة للثمن هذا راه كيدير 300-320 درهم، ولكن لكل المتتبعين غيبقى 270 درهم. 270 درهم، كود برومو ديال كلمة الحاج قلتي لي لمدة شهر. لمدة شهر. هاد الأثمنة غتبقى لمدة شهر، ملي تفوتوا الشهر راه ما غتاخذوش بهذا الثمن، لأنه هو أصلا كيدير 320 حتى 300 درهم غتلقاوه في لي ماكازان. هنا اليوم غادي يخليه لكم ب 270 درهم، عليكم الا تقولوا من طرف كريمه الحاج. الناس اللي غيتفرجوا في الفيديو ما غيعرفوا بان كاينه كود برومو، الناس الاخرين راه غيجيو يلقاو 300 درهم. الوغ كاين في هذا اللون الاول البيج، وشوفوا لي الزواقه الثانيه او اللون الثاني ديالو اللي كيجي في هذا السيال، تبارك الله غزال تيحمق، واللوينات اللي داخلين فيه، فيه البلوغوا، فيه داك الزيتي، فيه الدوغي، فيه واحد المارون كلير، فيه واحد الكري. عشتي هذا الكوردوني الثاني ديالو، شوفوا لي عاوتاني الكوردوني الثاني ديالو، حتى هو كيجي لوينات متناسقين، شي حاجه غزاله. صوتو كيهضر على راسو،
شوفوا لي عاوتاني هذا، شوف هذا الدوري فوالا كيف ما هذا ماشي كاسل البلو ديالو. غير واحد الحاجه اخويا سفيان باش نقولوها الناس، راه ملي كتجي وراه تقدروا تاخذوا هذا، تقدروا تاخذوا داك الاول اللي وريناه لكم، نتوما لكم لو شوا، لكم لو شوا. غير واحد القضيه عاوتاني جات نفس السياق اختي كريمه، كاين الكليان اللي كيجي كيقول لك كيفرضوا عليا الكونسيبت، حنا لا ما كنفرضوش عليهم الكونسيبت، نقدر نعطيك لي كولور اللي بغيتي، نعطيك داكشي اللي بغيتي. حنا غير كنترجموا الافكار ديال الكليان لشي حاجه اللي باغيه هو، على حساب كل واحد ولو شوا ديالو، على حساب كل واحد وشنو هنا كيعطوك اقتراحات، كيعلقوا لك الثوب، كيعلقوا لك مع هذا، تجي ما بغيتيش هذا اللون يعطوك الاخر مثلا الثوب، كيعطوك واحد اخر داكشي اللي بغى الكليان على حساب كيفاش. بالنسبه لي زاكسيسوار تبارك الله راه كلشي كاين، الو كاين هذا اللون الثاني كيف قلنا، كاين اللون الثاني، وشوفوا اللون الكري كلير حتى هو اللي كيجي غزال بهذا اللوينات ديالو، راه داخل فيه المارون حتى هو فيه الزيتي، فيه لوينات زوينين. الزواقه الثانيه ديالو كيف ما شفناها، نقربكم لكل زواقه كيفاش دايره، ودا فيها الموتيف ديال ديالو، في شويه ديال لي بايتي هاد الموزون هادو. هذا بالنسبه لي كادو لي كوسا كيعطيو واحد الجماليه، هاد لي بايتي في كادو لي كوسا، داكشي علاش هذا ما كثروش منه، ما كثروش منه حنا داكشي، هذا بحال قلتي شي خويت بالذهب سنيسلا كيكون على قد القياس فوالا، باش يجي تجي حلاوته في القله ديالو. اكيد هنا تتبدل التوب الثالث ديالو، كيبقى عاد هذا بحال هكا الماغو، هذا اللي كيبغي كاسي بحال هكا الشيء ديما هو في لي كادو سوا لي كوسا، كيجي في السعرات اللي كيسيبارو كيسوا روعه. اذا غادي يبقى لكم 270 درهم، هذا كود برومو ديال كلمه الحاج توب، راه كيدير 300 درهم، وغادي نمشيو لكم الزواقه الثانيه، وحنا دائما في لا نوفيل كوليكسيون ديال 2023، نمشيو نشوفوا هذه اللي فيها البوردو وفيها الزرق، لوينات عشاق البلدي، البلدي 100% هو هكذا، كنقولوا البلدي كنقولوا زويقات كنقولوا اللوينات. شوفي كيفاش دايره تبارك الله، كيفاش دايره، كيفاش مخدومه، شوفي ليا عاوتاني. وهذه لاباز ديالها شتيها، لا باز ديالها ماشي اني بحال هكاك دي لافي، وي التوب اللي الزواقه راه دي لافي، انا باش نوريك لافي، نوريك الارضيه ديالها كيفاش دايره. الوغ مطروز على هذا، لا مطروز على هذا الشيء، هو الاني ديالو اللي هو اصلا دي لافي، باش كيعطي واحد الشوفه، ما دخلنا فيه واحد اللي داك الشيء ما كثرناش في لي موزون بزاف، حيت هذوك اللي دي لافي هما عاطين داك الشوفه، هذيك عاطين يعني فيه لي زاستخاص ولكن ماشي بزاف، يعني كتلقاهم غير مرشوشين شويه، وهذا الشيء راه منبت بطبيعه الحال، هادو هما كيمشيو بوحده يعني الشيء فوالا كيفاش دايرين. هو هذا الثاني ديالو، ديالو فيه واحد كيفاش داير، هذا رويله غزاله، هذه جبتني هاد الزواقه هذه الثانيه ديالو، يا شغل بنتي راه بطبيعه الحال راه زوين، ما توقعتش شكون معاه زواقه بحال هكا، هذا اللي كيبغي يدخل هاد السيتي في هذا، كاين هاد الاني مرخم في لي كادو لي كوسا. وعندنا ثاني الكرونه، راه كيجي ما بين واحد الميلوج، كيجي ما بين روعه ما بين البلو والكرونه، داكشي علاش كان بريفير انا ندخلو بحال هكا الكرونه، الزرق تيجي مع هاد البلو، ودجا هو راه كاين في الزواقه، هو اللي عندنا حنايا في الزواقه. اسمح لي خويا سفيان نشد عليه من هنا باش يبان ليهم مزيان فوالا. اذا كاين عندنا هاد الزواقه الاولى اللي وريناكم، هي هادي كتجي مطرزه بحال هكايا، دخل معاها هاد البوردو اللي فيه الدوغي، وكاين المرخم ديالها اللي هو لاباز ديال هاد التوب اللي مزوق، عاد دخلنا مع هاد الاني اللي كيجي زواقو منه، والزواقه الثانيه ديالو او الثالثه ديالو فوالا. اذا هادو خدموا بهم ديبارات، وخدموا بهم الطليمطات والخدادي، وهادو لي زاكسيسوار تخدموا بهم لي كالدو، تهرسوا بهم الزواقه. فيه شحال من لون هذا، فيه غير هاد اللون، ايه نشوفو مع نشوفوهم في ليكا، اجي شوفي لا شي هذا البلو اللي شفنا، هذا اللون الاول اللي شفنا، هذا الاني ديالو، عاد عندنا هذا الكوردوني، وعندنا هذه هي لاباز اللي قلت لك اللي شفتيها، مطروز عليها الثوم، عندنا اللون الثاني الكري شيف ديال الكري، هذا الاني ديالو لاباز، هذا الكوردوني ديالو كيفاش داير، خدموا به تا هو قلنا ديبارات، نخدموا به بزاف ديال الحوايج، وهذه لاباز ديالو، يعني كاين له شوا ما بين الواحد يدير هذا بحال هكا لاباز، هذه فاش مطرزه، وكيبغي يدير اوني راه ما عندناش مشكل في التنظيم. الاختيار ديالكم، إذا فيه جوج لوينات هذا ولا أكثر؟ فيها كثر، أنا غادي معاك، شفنا الزرق، شفنا الكري، هذه زواقة اللي ولا مولدة لقاو فيها الباج، أنا الباج كيبقى له شريف، وكيبقى عنده إقبال كبير وما كيتسبلش. وي. الباج ديالو هو هذا بنفس الطريقه، بإني بالزواقه ديالو كيفاش داير، شوفوا لي الرسمه كيفاش دايره، نقربكم شويه من مطرزه تبارك الله، وشي حاجه زوينه بهذا الشيء، شوفي الاوني ديالو اللي ما كيعجبوش الاوني يدير في الطليطه، يكتفي انا غير يدير هذا، شي ما شارجيش بزاف، ما فيش دوك المشارجي بزاف، فيه اللون الاخير بحال هكا، هذاك شفنا الكري، كاين هذا فيغ او، هذا فيغ او شي
او نقدروا نقولوا بحال الكريسيال داير فوالا ما بين الفيرؤول يا دابا الكلمه اللي عاطي شويه ماشي بحال الفيرؤول المعتاد اللي كان اللي كنعرفو ماشي الفيرؤول الفاتح الفاتح هذا بحال ماشي البلوش وي هنا شوفي اللوينات ديالو هذه لاباز ديالو هذه لاباز ديالو فوالا غريسيال هذا فوالا ماشي يبان لهم في لاباز كثر شو الكوردوني ديالو كيف داير ها لو فيغ وداخل فيه دابا شوفو كاع اللوينات تبارك الله كاينين عندنا الكرونا عندنا هاد الغطا هاد الشيء راه في ليكالدو فليكوسا داكشي كل واحد ولكن غير حنا ما نقدروش نفوتو ديما كنقول لك اللوين جوج هذا هو المكسيمو باش ما تعيقش عاوتاني على التفريشه باش ما نعيقوش ديما التفريشه ديما نخرجو البلو الكرونا ولا نخرجو البلو وداكشي تقدر اللي يبغي يخرج هذا شحال من لون اخويا سفيان دابا شفنا بعد الالوان شفنا هذا شفنا هذا الكريسيال شفنا الباج ديالو وشفنا الكري وشفنا البلو اللي وريناه ليهم في التفريشه والثمن ديالو شحال غيبقى خويا سفيان هذا داير 290 درهم ولكن غيبقى كاين كود برومو للكليان ديالك شنو هو هذا الكود برومو قول لي الثمن خليه مفاجاه هو داير 290 درهم داير 290 درهم 290 درهم ما نقدروش نقولوا 270 بحال هذاك الاخر خليها خلي داكشي مستوعب هذا نخليه لكم مفاجاه هو كيدير 290 ولكن راه غنقص لكم ما بغاش يقر لي بالثمن وانا تفهمتوا علاش ما بغاش يقول الثمن انا تا نعرف بعض الاحيان لانه ما تنبغيش نديروا احراج للمحلات فوالا اذا هذا غيبقى حتى هو بواحد الثمن ناقص اللي بغاه يتواصل مع خويا سفيان راه غادي يعطيكم الثمن ديالو اي تما احسن كاع نقدروا نديروا شي تري كاع كثار انا عندي احساس غيكون قل من 270 المهم باش يقول انا اللي قلت اللي يقدر يصدمهم ايوا ما تصدمهمش شي ثمن طالع صدمهم لي باثمنه ناقصه لا عارفك الكليان ديالي عارفه اللي كاين انا عارفه سفيان بانه ما كيخسرش الخاطر الناس الكليان ديالك كيكون عندي انا واحد اللي كيجي كليان وكيقول لي من طرف كريم الحاج علاش كتهلا فيه ياك بعدا لا ولكن شنو السبب علاش يعني تقريبا المجهودات اللي كديري وانك باش تقربي لي الصوره ويعني تقريبا اللي الشيء اللي متبع هاد لاجين هذا راه شوف بلا ما يدور داكشي اللي غيجي يدور في السوق يومين ويومين يدور غير عندي ولقى كلشي اللي بغا كنقصو عليك والله الا ماشي مجامله ولكن والله انا شي حوايج وحدين اخرين اللي برا الدومين ديالي كنحتاج انا اللي ماكازا اللي كتصوري معاهم علاش كتلقصي علينا بزاف يعني اننا مقابل لا يخطيك ونبقاو دائما في لا نوفيل كوليكسيون ومازال عندنا هاد الثوب اللي غزال المطروز البلدي كنقول البلدي هذا شوفوا ليا البلديه شوفوا ليا كيفاش مشوه كيفاش منبت بهذا الموزون هذا داخله فيه الموزون ولكن هذيك الموزون تبارك الله مفينيه شوفوا شحال صغيره داكشي باين يعني خياطه مخيطه انا كنحاول نزومي لكم على كل الزواقه ولا في اللوينات ديالو اللي كيبغي اللوينات هذا فيه اللوينات بيان سور نشوف اذا هذه الزواقه الاولى ديالو اها وها الزواقه الثانيه ديالو نشوفوا الزواقه الثانيه ديالو هي هذه شوفوا ليا عاوتاني هذه خارجه معاه هذه ماشي دخلتو الثوب معاه ديالها كلشي ديالها فوالا كيكون سير قام شوفي تبارك الله انت راه ما شفتيش كامل انا ما شفتش انا غادي مشيت في هذا الاتجاه هذه لاباس سي ديما هذه مرخمه حيت هو مرخم دابا هذا شكل جديد ولكن طرزنا طرزه بلديه يعني واخا الناس راه ما يمكنش غنديروا كلشي طرزات رومي داكشي كاين الناس اللي عشاق البلدي كاين اللي كيبغوا داك البلدي 100% ولكن ما درناش في لاباز ما درناش واحد لاباز اللي حاولنا نغيروه ودرناه بحال هكا مرخمه يعني بحال هكا باش كتعطيك واحد باش يكون واحد التغيير تبان واحد اللمسه انه راه كاين التغيير لا تبارك الله عليك هذا عجبني هذا العيني اللي مرخم هذا الثاني ديالو هاد الثاني ديالو هو هذا والبلدي راه ما كنستغناوش عليه بحال هكا اللي كيبغي اللي كيبغي بحال هكا هذا كوردوني يعني داخلين فيه لي كولور ديال الزواقه اللي كيبغي شارجي اللي بغى كوردوني خفيف انه ما يكونش داخلين فيه لي كولور بزاف ها هو داخل غير لاباز واحد الحاجه سمح لي قطعتك في الهضره دابا مثلا انا بغا ناخذ هاد الثوب وباش ناخذ كاع هذا ماعنديش مشكل شوفي نقطع مثلا هاد الورده وبغيت نقطع الثوب الثاني عجبني مثلا هذا صافي نقدر ناخذ داك اللوشوا ما نفرضش عليك انك تاخذي هذا ناخذ منهم كاملين تقدري تاخذي هذا كامل بوحدو ولا هذا بوحدو ولا هذا بوحدو يعني تبارك الله راه كلشي موجود حيت حنا لاباز ديالنا بغينا عندك واحد التفريشه اللي تكون في داكشي اللي بغيتي نسيه حنا ماشي لا على ذوقك نسيه حنا ضروري كنأطروا الكليان وكنعطوه بعض شنو الافكار ولكن ديما خاص كيبقى الاختيار الاخير ديالو فيه تقريبا الا جينا نشوفوا شي ربعه ديال التويبات ربعه ديال لي كوردوني فيها الزواقه اللي وريناكم دابا في هذا الاني اللي كيجي مرخم في هذه الزواقه البلديه اللي مطروزه حتى هي على الاني مرخم وفي هذا اللي فيه لي زاست خاص بحال اللي شفنا قبيله مع الزواقه الاولى فوالا تبارك الله هنا نقدر نزيد لك لي كوردوني هذا راه ليا هذا لي زاكسيسوار الوينات اللي شوفي هذا كيفاش داير هذا اللي شوفوا ليا عاوتاني هذا كيعطي روعه في لي كالدو لي كوسا لي زاكسيسوار دائما ما كلشي كيف ما تنقولوا
شوفوا لي التوب كيلالي كما تنقول. شوف راحتي معايا واحد القضيه اختي كريمه، يعني كاع فهاد الزواقه الدابه اللي جبت لك جداد راه ما كتبقاش كتلقى فيهم كوردوني ولا جوج، راه اللي هذا كنشوف فيهم ثلاثه اربعه غير باش يبقى له شوال الكليان، يعني كيف ما بغاو كيكون واحد الاختلاف، يعني ما كيكونش ديك التفريشه النمطيه، يعني داك الشيء دي باغ في نفس الكوردوني الفرماجي، يعني كيكون واحد الاختلاف. تقدر تفريشه داخل فيها سته ديال سته ديال لا قدر واحد، ولكن كلهم متناسقين وكلهم تيجيو في نفس اللون، وكل قدر واحد ياخذ الكوردوني مع هذا غيعطيك تفريشه، واللي خدا هذا مع هذا غيعطيك تفريشه، يعني ما كيبقاش داك نفس التفريشه كتشوف هنا وتشوف هنا. عليك جوج كلمات، تقدر تصاوب اربعه الصالونات بهذا الثوب، صالون ما يشبه صالون، واحد اختار هذه الزواقه وواحد اختار هذه الزواقه، وكل واحد عاد كنرجعوا ثاني للوينات اللي يقدروا ندخلوهم بحال كاد لا موطارد البلو، عندك هذا الفير او هذا في لي جين، عندك هذا المارو والثمن يا خويا سفيان، لا تقول لي ما يسري على هذا يسري على هذا، هي سيرو 70 لا 290 درهم وبرومو 290 درهم تيدير هاد الثوب، ومازال غينقص لكم فيه ان شاء الله. انا تنقول لكم الاسمنه اللي كاينه في المحل، جا المحل وشاف الثمن ديك الساعه تيمشي عندك كريم، المهم انا مجيتو عنده وقال لكم شي ثمن صح لا لا عندي النمره كيعيطوا لي ما تخافش كيجيو عندي اذا 290 حاجه زوينه ولا الخايبه المهم قول، لا لا ان شاء الله تكون كل شيء مزيان، لا يكون غير خاطرهم اكيد. اذا شفنا الزواقه الثانيه او الثالثه عفوا في لا نوفيل كوليكسيون، غنشوفوا اللوينات اللي فيها، ودائما كنقولوا الباج راه حاضر، ديما الباج حاضر ديما في اي زواقه كنلقاوه. فوالا ها هو الباج ديالها، ها الزواقه كي دايره، ها اللون عاوتاني اللي كيبغي هكا شي باج ديالو الباج، هذه الزواقه اللي شفتو معنا دابا، ايه هذا الكري اللي شفنا دابا وفيها الاخضر الملكي، علاش حيت مادام هي زواقه بلديه ولا بد باللوينات اللي بلديه. شوفوا لي الزرق شتي كيفاش داير الزرق، الشق البلدي شويه القوش ولا نقول هذا الصوم وهذا كيجي روعه، كيجي روعه. وشوفوا لي الثوب لاباز ديالو راه مرخمه، دابا حنا اللي كتخرج معاه فوالا كتاخذوها معاه حتى هي، فوالا ها هي الاحتياجات ديال لي كاندو هنا باش كيبان الفرق ما بين انه حاجه اللي زعما اللي داز وحاجه اللي جديده، حنا حاجه جديده دخلنا بحال هكا، تيبغى ايدي اللي زعما بغى واخا كيك بلديه كاين اللي كيبغيش داك الشيء شارجي بزاف، ايدي نخدموا ايدي بحال هكا ما كيتساموش فيه. فوالا والثمن قلنا هو 290 درهم، لكن غيكون فيها كود برومو ديال كريم الحاج، ما عليكم الا تواصلوا مع خويا سفيان يقول لكم الثمن، السبب اللي قلت لكم قبل بلا ما نبقاو نحرجوا الناس. فوالا وغادي نمشيو نشوفوا الزواقه الرابعه، وانا ديك الزواقه الرابعه حمقاتني وعجبتني، يلا نمشيو نشوفوها هي ولا. فوالا شوفوا ليا ماشي هادي، هاد راه ديجا شفنا وغنرجعوا ليها وغنعطوا الثمن ديالها. شوفوا ليا هاد الزواقه كي دايره روعه، شي حاجه خطيره، غادي يبقى يقول لي كتقول لي روعه خطيره وراه خطيره. شوف انا هذه اللي ثار انتباهي اكثر حاجه ثارت انتباهي هو هاد الكوردوني زائد هذا، سرح لي الثوب اخويا سفيان نشوفوه. حنا ديال السميسه ديال السميسه سميسه غادي نسموه المطروس ديال الشميسه، باش الا تواصلتوا معاه تعرفوا من غير السكرين اللي كديروا غتقولوا ليه المطروس ديال الشميسه، لا شميسه طريزه ديال الشميسه. شوفوا لي كيفاش دايره بالسم تبارك الله، خليني خليني جبت لك انا هذا وريني الثاني، شوفوا شوفوا لي شي حاجه روعه، غزاله غزاله اللي قلت لك دابا شوفي تبارك الله، دابا خليتها لي هي الاخر حيت عرفتي شي حاجه توب. شوفوا ليا الزواقه كيفاش دايره، فيها اربعه ديال لي كوردوني فوالا، خمسه انا لا لا مشيت لا مقيس عقلي شوفوا ليا مشيتي بعيد، شوفوا ليا الاول هنا اياه، شوفوا ليا الالوان داكشي جيومتري، وشوفي كيفاش 19 شوف هادي كيفاش داير وكامل شي ما في بلا بوزون لا والو، كامل شوفي كيفاش روعه، قربي وشوفي كيفاش كيبر غير في الشوفه راه باين لا شي حاجه. وشوف شوفي هذا خليناه خير الامور اوسطها، شوفوا لي الثوب عاوتاني شوفوا لي هذا كيفاش داير كيفاش داير، هذا ما تحتاجي لا تقلبي على اكسسوار لا حتى شي حاجه، غير هو تقدمي به هو داوي على ما تحتاجيش تقلبي ولا تشوفي، شوفي لي الثوب كيفاش داير غزال، هذا الايني ديالو والايني ديالو، حنا ما متوقينش الايني راه ديال الزواقات حنا مسوقينش الايني. شوفوا لي الشميسه شوفوا لي الزواقه كي دايره، واذا خمسه ديال لي كوردوني بالاوني ديالهم بيان سور، هاد نقدروا نزيدوا عندنا الا بغينا نخرجوا لا موطارد عندنا بزاف عاوتاني الولاد حدين واخرين، ولكن انا في نظري هادو خمسه تبارك الله خرجنا بالطرق، عرفتي نقدروا نزيدوا خويا سفيان وانت تبارك الله راه انت غتعرف احسن مني، شي كالدويات في الذهبي اها
بيجي الاناقه بيجي الاناقه كي كيدير بحال بغى يجي الاناقه. شوفوا ليا شوفوا ليا شتي دخل هذا الصوت هذا شوفوا ليا اللون حيت نفس اللون وكيبقاو دوك الاخرين وهذوك ديما اللي كنخدموا عليهم دوك لي دوغي فهداك الشيء لي باس مونتري شوفوا ليا الخديه كيفاش جات غزاله غزاله روعه والثمن خصو يكون روعه اكيد اكيد اكثر من روعه الثمن خصو يكون روعه هذا ما تقولش لي ما غنقولش فيه الثمن هذا حصري هذا حصري غيكون عندكم ان شاء الله الثوب لا نوفيل كوليكسيون ديال 2023 بغيتها بشي ثمن الا قلت لك هذا كيدير 380 و370 وغنخلي لك 320 صدقيني غنصيقك اذا دابا غيبقى بشحال 320 درهم 320 درهم فيه خمسه ديال لي كوردوني واحد كاين سي واحد غزلتي حماق وتدخلهم كاملين كيجي زوين عرفتي الخدادي بحال اللي عنده لي سباس كبير وداك الشيء نقدروا نماريو يعني واحد غناخذو في المخده واحد غنديرو في الفرماجات دابا الخدادي راه كيخلطوهم بحال هكا هذا كيجي في لي كالدو لي كوسا كيجي روعه يعني عندك في الديوار يعني كيفاش غتخرج من واحد البيلونج اللي كاملين تناسقهم تبارك الله غادي يجيو روعه اذا غيبقى الثمن هو وي اكيد 320 درهم كيف ما قال لكم الثمن ديالو راه كيمشي حتى 380 درهم اختي كلمه حرفيه هي غنخلو لهم خلو بسيط من الامان حتى هي تنقص على 320 غيكون خير ان شاء الله المهم انا تنقول لكم الثمن ديالو هو 320 وجيتي عند خويا سفيان مازال غينقص لكم لانه هذا الثمن ديالو كيدير اكثر من 320 وراه يستاهلها ملي تنقولها راه يستاهل الثوب راه كيحمق انا نبقى غير نصور فيه اليوم تبارك الله غزال باقي مازال تابع على حوايج اخرين مازال باقي عندنا شي حوايج اخرين اذا بقاو معنا ودابا غندوزو للزواقه الرابعه كيما كل حاجه كل زواقه مختلفه على زواقه وكل زواقه باش كتميز كل زواقه والخدمه ديالها فهاد الكوردوني اللي تيجي بحال هكذا شوفي كيفاش انا غنشوفو في لاكام بالنسبه للوينه تنوضحوه لهم اكثر كاينه عندنا هادي وكاينه عندنا هاد الزواقه الرئيسيه شوفي ديالها الورده انا شوف لي اسرح لي تبع فيها سفيان نشوف مزيان باش نوريهم الاختلاف بين زواقه وزواقه هادي راه عاوتاني زواقه واحده اخرى وطريقه وشمه اخرى كيفاش مبينه ديفيرون مختلفه تبدل شي حاجه ها هو لاباس ديالو ايه ديالو اللي مرخم حتى هويا كيفاش كيجي ودخلته معاه واحد السرق اي باش كيكافي حتى جاب واحد فكرني في ديك المبره اللي كتكون في الجلابه مبره لاصوا هادي شتيها كيفاش كيجي كيحط هذا بحال ديال الجلابه تماما وديما شوفي كيفاش كيعطي لا في الوليد ديالو لا في الخدمه ديالو كيعطي واحد لي كاز واحد لي كوسا واحد لو شارم رائع ودخلتو بحال هكا الاكسسوار عاوتاني واحد اخر فيه هاد لو زونج لو شي جو حتى لي زاكسسوار راه كل زواقه والاكسسوار ديالها مبدل على الثانيه باش ما كنطيحوش ديك النمطيه يعني كيبقى داكشي كلشي مابقاوش دائما في نفس الاكسسوار نفس لو تيرم داكشي بحال بحال اذا هذا تيجي بحال هكذا كما قلنا لكم وانتم لكم لو شو وغادي نشوفوا اللوينات ديالها خويا معاك دج كما هو كيكون هو الصباح الباج دائما فوالا ها ها الزواقه ها الورده الرئيسيه اللي كيخرجوا واللي كما كنقولوا عاد ديك الساعه كيكونوا اللي داخلين على الباج الباج توب ديالها اللي شفنا دابا وعندنا البلو البلو يا سلام فوالا شوف الوان ديالو تا هو دخل فيه هاد الفيرسي ترون دخل فيه واحد البلو دوري المهم اللوينات هو من الاحسن ديما البلو كنكاسيو بالوان اللي كيكونوا ستوندار يجي زويون اذا ثلاثه ديال اللوينات الباج والباج توب وهاد الزرق وقول لي الثمن هادي كتبقى بالاخر ديالها 290 درهم 290 درهم هادي الثمن ديالها هو 290 درهم ولا نوفيل كوليكسيون ان شاء الله دابا في البروكار ونشوفوا هاد التفريشه اللي صورت لكم في الاول فوالا هذا هو البروكار الجديد غادي نشوفوا اللوينات ديالو ان شاء الله في لاكام هذا هو اللي وريتيني في الزرق ياك بحال اللي وريتيني في الزرق شتي كيفاش كيعطي في لي كوسا شوفوا لي هاد الاني كيفاش كيدير تتجي فيه واحد الترخيمه منه غزال غزال تيحموق بالنسبه لهاد الثوب بغينا نشوفوا اللوينات اللي فيه عاد نقولوا الثمن ان شاء الله هذا اللون الاول اللي شفنا هاد الفيرقو هذا عندنا هاد البلو مارين شيف لي كوردوني ديالو اذا تروا كوردوني واحد مرخم وكاين واحد الزواقات معاه تماما هي عاوتاني هذا وعندنا الباش هذا الباش توب اذا ثلاث لوينات ثلاث لوينات لو باش توب في هاد اللون بحال بلو مارين بحال بلو مارين تماما بحال بلو مارين نورمالمون وعندنا هاد الفيغ او اللي دايرينو اللي داخل ميلونج تفريشه كري وداخل فيه الكري هنا في التفريشه كيجي غزال غادي نخلي لكم لي فوتو بيان سور ثاني هاد الزواقه حتى هي هادو بنفس الثمن بنفس الثمن المهم نوريكم وعاد نوريكم الثمن اللي بغى البروكار الحقيقي شتي شوف كيفاش داير لاطور شوف كيفاش داير في الخدمه ديالو شي حاجه اللي في شي حاجه زوينه هادي بحال شويه في البوكي ديالها روميه شويه اييه على الموتيف ديالها الثاني ديالو هو هذا
والثالث ديالو كيجي بحال هكا. كاين عندنا هاد الباج، عندنا الموطارد، هذا الموطارد كيجي كيحمق موطارد، وديما تروا كوردوني وفيها النوار. يا سلام النوار، اللون فوالا. شوفوا لي النوار داخل فيه واحد الماغ نوار حتى هويا، كيجي التفريشه ديالو ملكيه. فوالا فيه ثلاثه ديال اللوينات. الثمن اخويا سفيان هذا كيبقى 220 درهم، 220 درهم اون برومو. هذا قلتي لي هو داير 250 درهم، واليوم غيبقى ب 220 درهم مناسبه التخفيضات ديال كريمه الحاج ولي كود برومو. غادي يبقى لكم ب 220 درهم. كنهضروا على ثوب شي حاجه جوده عاليه، شي حاجه مزيانه. وشوفوا لي التفريشه كي دايره، تتحمق هاد التفريشه فهاد البروكار. ليس هنا انفيتينا نبداو نخدموا دوك لي ديبار، دوك لي بون، وداك كلاسيك هادي. قد ما خليتي الحاجه سامبل كتجي كتعطي داك الشيء، حيت الجماليه في البساطه. قد ما كيكون داك الشيء ما كتعقدش، كاين داك الشيء حتى في لي كوسا ولي كارطو حتى هي بزاف. ياخذوا موتيف لي حاجه اللي مزيانه، داكشي اللي غيشارجيو في الخياطه وداكشي ياخذوا ثوب اللي زايد في الثمن وما يشارجوش كاع، حيت هو داوي على راسو وكيعطي واحد الشوفه وكيبقى شي حاجه اللي ما كتتملش. اللي ما تتملش. غنمشيو دابا للتويبات اللي كنا وريناهم لكم واللي دجا لقاو اقبال، باقيين كاينين. هادو كومبو شحال كنا درنا لهم هادو؟ ما عرفتش، درنا 140 درهم. 140 درهم هذا بروك، كاملين بلي كولور ديالهم. رجعوا للفيديوهات اللي قبل وشوفوا لي الزواقات. الناس اللي جداد راهم عارفين اللي ما 140 درهم. غادي نمشيو عاوتاني هذا الشو ولا الزواقه الثانيه ديالو. واخا نشوفوا معاه ديالو اللون الثاني ديالو او الثالث. او الناس اللي خداو صالون باغي يفرش به، حيت حنا راه ماشي، حنا الاختصاص ديالنا الصالونات المغربيه، ولكن كيكون الدار ما فيهاش غير صالون، كاين بيت البروك، كاين اللي بغى يعاود عاوتاني يفرش. ها هما كاين اللي بروكل، هما اللي كنصحابو. وهذا تبارك الله راه كيجيو في الصالونات وكيجيو حتى في الروعه، ولكن حتى في بيت البروك داكشي كيعطوا زوينين، كيجيو زوينين في لي سيجور هكا، تيجيو زوينين. الثمن ديالهم هو 140 درهم اون برومو دائما، باقيين في المحل. كاين عندنا مازال البرومو في هاد، كاينه باقي هاد الزواقه هادي مازال كاينه، هادي مازال كاينه. تعاودت للمره الثانيه وما بقاش فيها بزاف. تعاودت للمره الثانيه لان المره الاخرى عقلت قلتي لي ما فيهاش بزاف. وهذه وختامها مسك، هذه ختامها مسك، ما غتبقاش تدخل. هادي شحال دايره في الثمن؟ 190 درهم. 190 درهم فيها هاد الزواقه وفيها هادي. رجعوا للفيديوهات، غنخلي لكم الفيديو لتحت وشوفوا ليا الزواقه ديالها وشوفوا كل شيء غتلقاو في الفيديو، باش ما نتفاداو التكرار. كنبغيو نشوفوا دائما الجديد. الزواقه حتى هي ديجا شفناها، حيت هذه كانت جات في الاواخر ديال 2022 بحال هكاك في لوموانس، يعني راه باقي خدامه غير كنقول وعاودنا، حيت يلاه باقا جديده. باقا جديده، ما دازتش عليها مازال، ما كاملهاش السلعه باش دازت. هذه شحال غتبقى حتى هي؟ هذه كتبقى 270 درهم. 270 درهم. البروكر اللي وريناكم ليه هو هذا اللي دار 140، الزواقه اللي وريناكم دايره 190 درهم. ها اللون الثاني ديالها هو الدوب، راه ما بقاش فيهم بزاف. نفوتوا لا نوفيل كوليكسيون ونمشيو نشوف لكم عاوتاني. هذه راه هي الزواقه اللي وريتكم دابا في البيج، هي هذه اللي دايره شحال قلنا؟ 270 درهم. 270 درهم هذا هو اللون الثاني ديالها، والثالث ديالها كيجي فيه هذا اللون الفيغ سيترون نقدروا نقولوا. غادي ماشي غادي الموطارد. فوالا شوفوا ليا الكري ديالها تيحمق، اذا فيها تروا كولور، فيها هذا اللون وفيها هذا اللون وفيها اللون اللي شفنا نوريهم باش نذكر، وفيها هذا البيج كيبقى ب 270 درهم. بالنسبه لهذيك الزواقه اللي وريناكم ديال 190، هذا اللون الثاني ديالها هو هذا، والثالث ديالها لو بيج هو هذه. راه كانت سالت وعاود دخلت، ولكن اخر مره غتدخل قلتي لي سكيفي هادشي اللي بقى، داكشي اللي درتو لها 190 درهم. نعاودو هادو، شنو عاوتاني تويبات جداد ونشوفو الجديد. ما تغبريش علينا عاوتاني، نشوفو الجديد باش نشوفو الجديد. اكيد باقي عندنا نشوفوا التفريشه جديده، يعني التفريشه جديده ديال هذه بالبوكليت. بالبوكليت هذا كانابي فيكس، كانابي فيكس اللي ما تتحلش، يعني كتحط بحال هكا. هذا كيجي حتى هو زوين مع شي تفريشه، الا كانت مثلا عندكم شي صالون بغيت تقادو اونفاس ولا حجان ولا بالنسبه للناس اللي على برا ولا كشي، راه كنديرو سميتو، يعني كاينين الترونسبور كيخدموا، كاين اللي كيبغي يخدم طابيسي كيقول لك وانا على حساب داكشي، كاينين الناس اللي مزيانين كنتعاملوا معاهم في لي ترونسبور، يعني فيما كنصوف يعني الترونسبور خارج المغرب راه متوفر. متوفر يعني الحمد لله، دابا حتى شي حاجه حتى يتقلوا كاع يبغوا يديروا مثلا سداده ويديروا داكشي كلشي حاجه، داكشي علاش غير طلامط؟ ماشي غير طلامط، كيقول لك بغيت نبدل غير طلامط انا ايفيتي باش ما نخدمش شي حاجه اللي ثقيله.
كلشي كيمشي دابا الحمد لله. كاينين الناس اللي كنتعاملوا معاهم في الترونسبور والله ما هضر كيوصلوا داك الشيء فيه امان الله واحد في الطريق. الترونسبور راه متوفر، اي حاجه بغيتوها راه غتوصلكم في امان الله. الناس ديال الجاليه مرحبا بكم، تستافدوا من هذا البرومو اللي غتبقى مده شهر ان شاء الله. بالنسبه للتويبات اللي قلنا لكم غتكون فيهم البرومو، بالنسبه لهذا الشيء اللي بقى فيه كاين شبه ليكيداسيون نقدروا نقولوا في هاد الزواقات الاخرين. والله ماشي غير في التويبات اختي كريمه، يعني في اي حاجه الناس اللي جاوا طرفك لا في لي طابيسي لا في لابيا جميغال كيف ما قلت لكم في التقديم، هذا الجديد في لابيا جميغال داير بحال الشميعات. شي بحال الشميعات كنخدم الواي، هذا مخدوم بالنوايي طيب كامل بالنوايي. اي حاجه بغيتوها كاينه سيباراسيون اللي بغيتوها مثلا بالشان والكليسات ديال هذه تفريشه جديده. هذا كانابي فيكس معاه كانابي اللي ماشي فيكس، هذا اللي فيه هذا بلا رونجمون، هذا بلا رونجمون الا بغيتو بالرونجمون راه كاينه فوالا. اذا المحل راه تيدير الرومي وتيدير حتى البلدي، اي حاجه احتاجيتوها في الصالونات راه كاينه. وبهذا نكونوا وصلنا الختام ديال لا فيديو ديالكم، ما بغيناش نطولوش على الناس بزاف. شكرا لك خويا سفيان وسنه سعيده، شكرا الوقت اللي عطيتينا وشكرا لي برومو اللي درتي للقناه، بارك الله فيك. الهلا يخطي نزورو المحل يشوفوا التويبات ويجيو يشوفوا داكشي اللي كنقولوا راه اكتشفوا عن قرب. اكيد ناس كازا مرحبا بكم، الناس المدن القريبه مرحبا بهم. بالنسبه للناس عاوتاني اللي بعاد وهداك الشيء راه ماشي مشكل كنديبلاصا، ولكن فما شفتي معايا يعني كديو لي كام معاكم كديو كلشي. الفرق ما بين ان يشوفتو هنا ويشوفو على لو ميم فوالا، توب اللي كتشوفوه هنا كتشوفوه في ليغام اكيد. الناس اللي ما قدروش توافقوا انه يجوا هنا للمحل راه ما كيتسابوش، دابا هذه هي اللي ولات حنا بزاف دابا راه كديبلاصاو عند الناس، دابا 70% ديال الحنا كديبلاصاو عند الناس اكيد. شكرا لك خويا سفيان وشكرا للمتابعين ديال القناه، ما تنساوناش من اللي جاب والبارطاج كيف العاده والتشجيعات ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.